we are perfectly as heavy in an academic. شابتر 1 و 2 ده كفيل بالماده كلها طبعا اكيد بنتكلم على المحتوى الاصلي بتاع الحاجه دايما لما بتذاكر بالسورس احسن بكتير جدا ما تذاكر خلاص مشين حاجه مشين كمان يعني قدرتك على انك تفهم الحاجات المحيطه بالمعلومه وبعتبر ان هيجيب بس الايه الحاجات الاساسيه طبعا المذاكره المواضيع اللي مور ادفانسد من الباك جراوند لان انا السلايدز لما انا اسمها لكم هي صحيح كمبيوتر بس كنت بتكلم حواليها حاجات فاللي حاضر المحاضرات المفروض لما تشوف السلايدز يفتكر مش حاجات حواليها فده مش مشكله الشابتر الثاني توتالي انا مش بعرف ما بفتكرش ان انا اي حاجه خالص الشابتر الثالث ان شاء الله مره اشتغل فيه وبعد كده هنسويتش على ايه؟ على ريسورسز تتناسب مع الفاضي تتناسب مع الشباب بس بحيث انها ما تكونش برضه فيها نوع من الاستهلاك هيبقى ملخصه وفي نفس الوقت انا يعني ههتم بالتفاصيل اللي تهمني وانا بشرح السكشن بره يا اما اكسرسايزز اما حاجات خاصه بالبراكتيكاليتي بتاعي الكودنج اللي انا مش متحكم فيها يا اما مراجعات على الحاجات برضه من يعني اساسي دي غلطتي يعني اساسي لازم ان انا اشوف اتابع بس المواضيع دي المتر انا بصححها بنفسي التقارير انا ببص عليها بنفسي الكلام ده انا مش بسيبه لحد اللي بيسألني كتاب أكيد الكتاب ده زي ما قلت لكم من أحسن الكتب رغم إن هو يعني أنا بعتبر إن هو مش جديد أوي بس إن حتى هتلاحظ من الباك جراوند إن هو بيدي برنسبلز فعلا يعني بشكل في نوع من الانفيشن في بعض الكتب يعني بتتكلم على التطور في التكنولوجي دلوقتي بس بتتكلم على الباك جراوند اللي بتتعلق بيه التكنولوجي وعنده رؤية يعني في مثلا كتاب في النيورال نتوركس الكتاب ده 2009 او 2010 انا بعتبره نوع من احسن الكتب اللي نزلت في مجال النيورال نتوركس خاصه مش الميزه بس ان هو بيشرح النيورال نتوركس لا ده هو ازاي تشكل من البلوكس المختلفه عشان تطلع ارتكشرز ازاي انت تفكر انوفيشن ممكن يحصل في اتجاهات ايه مختلفه فانت بتبقى عقلك في نوع من المرونه للتطوير اللي بيحصل فيه ففي بعض الاساتذه او بعض الساينس اللي بيعملوا كتب مش مجرد كتاب بيحط لك الاساس اللي انت ممكن تطور من خلاله التكنولوجي فده بس خليني اشوف السلايدز الاولانيه
مش ليزر تاتش معنى كده overall performance بتاع الكمبيوتر
افضل مجال امش ريكوجنيشن مثلا. انت تبص الواحد مهما كان متغير شكله تقدر تعرف كده. بينما بالنسبه للبروسيسنج باور بتاع الكمبيوتر طبعا مع التكنولوجي البروسيسنج باور بتبقى اسرع. يعني بيحصل تطوير جامد جدا في مجال الهاردوير. يعني انتوا لو بتتابعوا التطوير بتاع الانتل الام دي شغاله على تكنولوجي تخش بي اس اي تخش انتجريتس ولا تخش. بس مش دكتور مش انت احسن من ايه دي في العمليات الحسابيه؟ خليني فعلا في النقطه دي. انت شغاله على التكنولوجي بتاعت التصنيع اللي هي 14 نانو متر. بعد كده انك تقدر تحط عدد اكتر من السيركتس في مساحه ايه؟ مساحه اقل. ومعنى كده انك شغال في باور ريتنج ايه؟ اقل. ومعنى كده ان الكونسومشن بتاعك يكون ايه؟ اقل. معنى الكونسومشن بتاعك اقل ان الهيت ديسيبيشن يكون ايه؟ اقل. مش كده؟ لو رحت لـ ام دي هتلاقي ان البروسيسورز اللي كانوا بينتجوها شغال على 28 نانو. 28 نانو يعني ضعف الايه؟ ضعف الدايمنشن او ضعف السايز بتاع الايه؟ بتاع اللي بيحصل من ده ان الهيت ديسيبيشن بتاعه بيزيد اكتر. حتى لو افترضت على الورق ان هو اسرع فالهيت ديسيبيشن بتعمل ايه للبرفورمانس؟ فاهمين قصدي؟ يعني اللي بيبقى مكتوب على الورق كمواصفات غير الحقيقي. برضه عدد الكورس بتاع الايه؟ عدد الكورس هو بيقول لي انا عندي اربعه ممكن يكون في الانت الاثنين بس شغالين فور ثريدز. يعني ممكن اشتغل لوجيكالي فور ايه؟ فور كورس مش فيزيكال. والبرفورمانس بتاع الانت بيكون احسن. ليه؟ الديزاين نفسه بتاع الهاردوير بيديني نوع من السرعه. فمش معنى ان ده اربعه وده اثنين ان ده يبقى احسن. نظريا احسن. انما فعليا الجرافيكس او الجرافيك البروسيسنج اللي موجود اللي دي احسن. يعني هما لعبوا على نقطه ان الجرافيكس تكون افضل. انت تعرف ان تكنولوجيا ما كانش في جرافيكال بروسيسنج. كان في سي بي يو بس. يعني حاجات خاصه بالسيماتكس واللوجيك. فلما ابتدى يطور وحط الجرافيكال بروسيسنج عشان يخدم على معالجه الصور والجيمز والكلام من ده بقى عامل ديديكيتد بروسيسور مخصوص اللي هو الجي بي يو. الجي بي يو لانها بتتعامل مع ماتريسيز يبقى ممكن ان انا استخدمها في المسافات البروسيسنج بس مش ده اللي بيحصل في الهاردوير ده الحقيقي. فالجي بي يو او البروسيسنج جرافيك بروسيسنج بتاع الـ AMD احسن من الـ AMD احسن بس الماثيماتيكال كالكوليشنز احسن بيه. دلوقتي الـ AMD طلعت تكنولوجي طلعت 7 نانو. انا لسه ما قريتش عن الموضوع ده بس كنت 7 نانو 14 برضه ايه؟ انهي موديل الـ AMD وانهي موديل ايه؟ انما لو انا يعني شفت الموديلات 28 نانو عند 14 دايما برجحهم خصوصا في حاجات زي اللي هي كالكوليشن فيرشواليزيشن مثلا حتى شغال فلاش وبوكس شغالين حاجه زي كده. يعني كده يعني انت شغال زي مثلا ويندوز وحطيت سنتوس او كونتو ولا الناس اللي هي بس عطريق فيرشوال بوكس ماسك الفيرشواليزيشن معناه انك تستخدم جزء من الهاردوير ده هنا وجزء من الهاردوير ده هنا. فمعناه ان عدد الكورس اكتر ولما ايه احسن من انت في الوقت ده ممكن يبين لك فرق. انما لو انت في الابلكيشنز العاديه عشان كده لما اقيس الفرق بين الاسلوب اللي احنا بنتبعه عشان نعمل بروسيس الكونكريت مختلف عن الاسلوب بتاع البروسيس ممكن ان في وقت من الاوقات اوصل لتكنولوجي تخوف البرين. انما لغايه الان البرين ممكن ان هو يعمل حاجات ممكن اعملها
يكون من اول بقى يكون فيهم. هنشوف ان هم عملوا سيميوليشن للكلام ده في نيورال ماتريكس، يعني لما اجي اتفهم ده الظروف على البريد التاني ان شاء الله اكيد هنقلل اللي بيحصل ما بين الاي في الاي اي بالظبط ايه اللي انا بترجمه هيستوري من الحمد لله. مع الصدق بتاعتك انت اللي فاهمك تيرينج نفسه كان عنده انفورميشن عادي مع اتكلم في 1950 ان هو كان بيتكلم على ايجنت اللي عنده القدره على ان هو تو ليرن فروم الاكسبيرينس بتاعته او الاكتيفيتي بتاعته مع الانفايرمنت. طبعا دي مراحل عشان ايه هو ده دايما لما انت بتقرا تكنولوجي ميزه ان تكون عارف الهيستوري بتاعها شايف ايه رايح فين، بس في النهايه انت بتبقى عارف ان لو انا في 2019 التكنولوجي زي مثلا في الناتشرال لانجوج بروسيسنج بتعتمد ديبلي على الديب ليرنينج نيورال نت. من ثلاث اربع سنين فاتت كانت حاجات في الستاتستكس حاجات في البروبابيلتي يعني التكنولوجي تغيرها. وقلت لكم قبل كده انا شغال في الكونفشنال نيورال نتوركس قبل كده وكنت مؤمن تماما اني مش محتاج اكتر من ثلاثه لايرز. دلوقتي لا نقدر نشوف عدد كبير من اللايرز والكادات والاسبريت بس يخدم عليها كومبيوتيشن باور عاليه جدا وكمان ستورج كباستي عاليه ما كانتش قبل كده. ايه؟
ده اللي بيوصف لنا التكنولوجي بتاعت اي حاجه بما فيها طبعا مجال الكمبيوتر. فانت لو بتبص على اي حاجه مرت زي الكمبيوتيشن بتاع اي اي فازي حاجات خاصه بالكوجنيشن او كلام من ده هتبص هتلاقيه مر بالايه المراحل بس حصل نوع من الايه من الاسكيب. فعشان كده بقول لك طبعا هنا تايم كلمة تايم معناها ان انا باخد ضغطة في الزمن. فهنا تاني بقول لك ان زي مثلا 2018 كان الاي اي يقدر يعمل كذا وما يقدرش يعمل كذا. لو انت جيت دلوقتي ابتديت تارجي معايا ان لا الحاجات اللي هو ما بيقدرش يعملها دي الوقت يقدر يعملها. عشان كده دي تعتبر اسئله فلسفيه. يعني ايه اللي ممكن يعمله الاي اي وايه اللي ما يقدرش يعمله؟ ده يتوقف على التكنولوجي الحاليه اللي مش ضروري اكون انا قريت عنها او انت تكون ايه. بس في حاجات زي ما احنا حتى ناقشنا في الكويز عن الحاجات الخاصه بالميوزيك. ده ليه انا بقول؟ انا بقول لان الليدر على مستوى العالم كان الروس والسويدي. فاوريدي انا ملم بالمدرسه دي لان انا ايه بحاول ان انا اكمبيت معاه. فالتكنولوجي انا اعرفه. اللي احنا عاوزين نوصل لها يعني ممكن بعد سنه مثلا ده يتحقق. anyway فزي ما قلت لكم كده ان ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي مش ممكن يتعمل برضه دي من الاسئله المهمه. اللي مش ضروري ان انت تكون غلطان مش ضروري تكون انت صح بس اسلوبك في الاجابه واقناعك هو اللي يفرق في اختيار الاجابه. يا دكتور مثلا السؤال زي اللي حضرتك بتساله بتاع السيمفونيه والاي اي ممكن يعملها او لا انا جاوبت مثلا ان هو ينفع علشان هو مش لازم يكون لها معنى بس هو يقدر يعملها يعني يقدر يركب شويه حاجات. كلمه سيمفوني كلمه كبيره. التيم ليدر بتاعنا في روسيا كنت انا بارجي معاه مرتبط بمين اللي بيعمل اسسمنت لتاثير الميوزك فده هتاثر معايا انا في الكريديبيلتي بتاعت الداتا. فقال لي اي حد لازم يقدر. قلت له يا دكتور انت جاي من باك جراوند روس فالروس الكومن كالتشر بتاعته انه يقدر يتذوق الايه؟ الموسيقى انما في ناس تانية كتير ما تقدرش. فالنقاش انتهى بان هو مقتنع تماما ان اي حد يقدر يعرف التاثير الموسيقي للايه بس الكالتشر بتلعب دور الباك جراوند بتاعتك بتلعب دور وده اللي محور النقاش. وانا قلت لك كده المدرسه الروسيه مفيهاش مجال انك تناقش لان هو هينفذ اللي هو بيقولوا انه خطا صح وهينفذ وبعد ما يكتشف ان هي خطا خلاص هيتجرب ايه حاجه تانيه. دي برضه مدرسه على فكره وده منطقي يعني هو يقول لك ايه خليني اجرب. في ساعات ما اقدرش اوصل للريزلت غير لما تتنفس عليا زي ما انا قلت لكم كده بالنسبه دي البروسيسورز على الورق شيء بس لما اجي اقيس الريل برفورمانس مع لود معين اقدر اقيس حاجه ثانيه خالص او اقيس برفورمانس ثاني في الوقت ده اقدر اقلل فعلا ايه البروسيسور. كلها ابلكيشنز ويمين انت بقى عارف الابلكيشنز طبيعي الاي اي هي الجنرال نيشر كل الابلكيشنز اللي فوقيها هي انتماء دي الاي اي. دي حاجات انا ممكن اشوفها بالانفراريد بمعنى انك هتشوف الضلمه صح بس الكاميرات دي بتشوف الضلمه ولو حطيت في الكاميرا القدرة على انها تعمل ريكوجنيشن لحاجات معينة انا اقدر اعمل حاجات كتير يعني اقدر اشوف الباراسايتس اللي موجودة في الشجرة ان الشجرة دي مريضة مجرد بس التصوير الحراري بتاعها. ففي حاجات كتير زي ما قلت لك ممكن ان احنا في الاي اي نتفوق بيها على ايه؟ حطينا كمان قدرات ما كانتش دي كلها حاجات هنا فاهم السيجمنتيشن بطرق معينه. ايه؟ كلمه سيجمنتيشن معناها بقلل الايه؟ بقلل الزيتين.
ليه بقى كتير؟ ممكن ان انا جاست بعمل كاونتنج، فبعمل كاونتنج للاشخاص بغض النظر عن مين اللي ايه؟ مين اللي موجود، مش تفرق معايا كتير. ده جزء زي ما قلت لكم، والاثنين بيسمرايز التو ليكتشرز دول بيسمرايز الايه؟ الشابتر الاولاني والثاني. يعني بفترض ان في الاواخر وانتم بتقروا، يعني بعد ما تبصوا على الكتاب لو في وقت ان انتم تقروا الشابتر ده شيء كويس. ما فيش وقت ما ازنقش نفسي اقرا تكست ممكن ما اقراش. برضه ده هنا بيعيد القصه تاني وبيتكلم على ايه؟ على الريسيرش اريز. مش ده بس طبعا الريسيرش اريز اللي موجوده في الاي اي، بس لازم تكون انت فاهم حتى الماشين ليرننج ده تحتها حاجات كتير. الجيم بلاي تحتها حاجات كتير. روبوتكس فيها قصه كبيره. مش معنى روبوتكس ان هي مالهاش علاقه بالماشين ليرننج ولا لها علاقه بالناتشرال لانجوج بروسيسنج، لكن الكوماندز بتاعي الروبوت عن طريق الايه؟ الفويس. وبالتالي جزء من الديزاين بتاع الروبوت، وكلمه روبوت زي ما قلت لكم عليها قبل كده، روبوت ده لا يعني حاجه بس يعني في نانو روبوتس بتزرع حاجه بتحجمها وبتصنعها بالنانو تكنولوجي، بتهاجم سيلز معينه في الجسم او تعمل عمليه جراحيه دقيقه او كويسه. ده روبوت. في روبوتس ثانيه زي ما قلت لك از فيش، في روبوتس ثانيه للقتل. يعني طياره بترمي روبوتس معينه، الروبوتس دي بتتجه تعمل فيس ريكوجنيشن، بتتجه لنقطه معينه وتتفجر، فدي بتموت كل الايه؟ كل الناس اللي موجودين تحت بدون ما تعمل اي ناحيه ايه؟ اي ناحيه ده موجوده. النولج اللي انا بقول لك عليها للاسف الشديد ولو شفت الافلام اللي معموله على طياره دون طياره ازاي يقدروا يمسكوا الناس في افغانستان مثلا او في مستقبل، تلاقي شيء مرعب. قاعد هنا في امريكا مثلا الراجل ده مش عاجبني، ماشي خلاص غلطان بقى او صح، كانك انت في فيديو جيم. فالتكنولوجي زي ما قلت لكم بقت من انت تو جايد الميسايل عن طريق اشعه ليزر على شخص معين موته هو بالذات، دي ما عادتش. وحصلت من الروس في الستينات او السبعينات برضه، صوت دخل من الشكل فا anyway يعني خلينا نكون فاهمين ان التكنولوجي ابعادها اكثر بكثير حتى من اللي احنا بندرسه. معرفتنا دايما بالتكنولوجي ان احنا لازم نكون اوير ايه ممكن يتعمل، ايه مواطن الخطوره. ساعات الجهل نعمه لانك ما بتبقاش عارف ايه ممكن يحصل. انا قلت لك ان ممكن انسكت كروبوت تدخل انجكت شخص معين وتموته، وده موجود، وده موجود من فتره طويله. ده في حد ذاته ممكن ان هو يرعبك، مش كده؟ انت ما بتعرفش الكلام ده. يعني التطور التكنولوجي مرتبط اكتر بالتدمير اكتر منه من الفجر. يعني انا بنشتغل مثلا بتكنولوجي معينه عشان في نظرنا هنقدر نطور بيها اسلحه معينه. الفيجن دلوقتي بقت منتهى الخطوره لان اقمار التجسس بقى عندها القدره انها تعرف تتابع شخص معين هو ماشي في الجامعه وخرج وركب العربيه وراح حته ثانيه. انا عارف وراح انا اتابعه. التابع ده معناه ايه؟ ان مش بس انا قدرت اريكوجنايز الشخص، ما انا عشان اريكوجنايز الشخص بعدد ضخم جدا من الناس ده معناه بروسيسنج باور عاليه قوي. فتخيلوا حجم البروسيسنج باور بقى كده، ان لفتره زمنيه كانت قريبه كنا بنتكلم على ان السوبر كمبيوترز
مش مسموح للشرق الاوسط ان هو يستورده، على اعتبار ان ممكن يحب يجينا الكتله الحرجه بتاعه الانبوبه الذكيه. دلوقتي ما عادش الليميتيشنز دي تفرق معانا، لان ممكن ان احنا فيرشوالي نبني اي ايه؟ اي جهاز كمبيوتر. يعني انت قاعد في بيتكم تورنت 10 سوبر كمبيوترز مع بعض. كلمه سوبر كمبيوتر طبعا تعتمد على ايه؟ الكمبيوتيشن باور اللي انت عاوزه. دي كلمه نسبيه. الوقت اللي انت عاوز تسبورت كمبيوتيشن معينه تقدر تعمل اللي انت عاوزه. عشان ايه؟ لمده ربع ساعه بس عشان تحسب الحسابات. فكلمه ان اقمار صناعيه او تلقط الشخص انت بتتبعه او اني احط شريحه معينه زرع تحت البيت اقدر اتبعه في اي مكان قدامه. اكتيفيتي ريكوجنيشن احد استاذي في سكوتلندا ده شغال على حاجه يقدر يعمل نوع من الاسسمنت الهابتس بتاع الشخص. الناس دي بتقضي وقتها ازاي؟ بتسوق العربيه ازاي؟ على اعتبار ان هو بيحط سنسورز معينه بتشوف الاكتيفيتي بتاع حركه الشخص من خلال الداتا دي عن طريق اي اي تكنيكس يقدر ان هو يعمل او الكلاسيفيكيشن. فعشان كده بقول لكم الروبوت مش معناها ده. الروبوت هو اوتوميشن اوف ميكانكس عشان تأدي بعض المواد. يعني مكوه اللحام وكده وان ده لحام شاب حديد صناعه العربيات والكلام ده عن طريق نوع من الارض. هنا ده برضه تقديم لشابتر ايه؟ لشابتر ايه؟ بكلمك يعني ايه ريشنال ايجنت وتفاعله مع الانفايرمنت مش كده؟ يعني الايجنت لوحده مش كفايه، لازم الايجنت ده يكون ايه؟ بيتفاعل مع الانفايرمنت صح؟ والايجنت عباره عن بروجرام وايه؟ واركتكشر محطوط عليه. ولما اجي اكلمك على الكلام ده اكيد انت هتعرف ازاي اقدر اصنف الانفايرمنت بتاعتي اي ابلكيشن انت بتبص له عشان تعمل له اناليسيس في البدايه. يعني مش تعمل ديزاين غير لما تعمل اناليسيس في البدايه. هتبقى عاوز تعرف يعني كنترول وزاد كنترول ولا لا. لا انت هتخليه تبني الديزاين بتاعك ده بناء على سنجل ايجنت او مالتي ايجنت. واضحه؟ طيب ايه قلت لكم اصعب اصعب انواع الانفايرمنتس اللي هي على الايه؟ على المباشر اوبزرفبل مش فور اوبزرفبل بتكون مالتي ايجنت سيستماتيك. طبعا بتكفى عليها معناها عندي عدد لا نهائي من الاحتمالات كده. ده صعب لانه بيعقد معين.
جزء من الانفايرمنت كل الانفايرمنت. الشطرنج بقى ازاي بتخزنه اصلا؟ لو انا مثلا الجيم دي ده فيديو جيم هنا فولي اوبزرفر صح؟ هنا انا هبني جيم برضو بس هيبقى اللعيبه روبوتس فالروبوت نفسه كايجنت بينتراكت مع اني نوع من الانفايرمنت هي بارشل برضو مش شايف غير ايه ودي برضو بتعتمد على ايه؟ على سنسور لان بناء على سؤالك لو انا عندي كاميرا من فوق ممكن اشوف الملعب ككل وده فيها نوع من الايمج ريكوجنيشن وكل الانفورميشن دي كونكتد مع الروبوت بقى فولي اوبزرفد انت كده فهمت قصدي؟ يعني لو انا بقى عندي سيبشن اني اقدر اشوف كل الانفايرمنت بس الوضعيه دي مفيش كاميرا خالص انا شايف بس من خلال الكاميرات اللي بكتبها على الروبوت دي كده يعني انا مثلا واقف جول كيبر قدام شويه واحد لقطني من ايه وشاط الكره من ورايا انا شايف اللايف بس ما لحقتش ان انا بس يعني وجهه نظري سليمه يعني ممكن ان انا اشوف بس مش ضروري برضه لان كلمه كل اوبزرفر معناها ان انا من السقاط راسي اقدر اشوف اللي تحت انما لو انا شايف مثلا واحد مستخبي انا كده في الاتجاه ده هل انا شايفكم كلكم؟ انا لو وقفت فوق شويه اقدر اشوف انما في الاتجاه ده في حد باطي عن التاني كده مش ممكن ممكن في وضعيات كتيره ما اقدرش ان انا اشوف البلاي جراوند فهمت قصدي كده؟ الى لو انا بتكلم على اني بصمم فيديو جيم بقيت برضه كلمة فيديو جيمز كلمة كبيرة لأن مش بس فيديو جيمز إني بلعب بالكيبورد والسكرين كده مع التحفظ ان بس مع الحقيقه لا لان انا لو لبست كاميرا معينه وجلوفز معينه وبقيت جوه الانفايرمنت ودي ظاهره في رولز معينه فورتيني دي بشر صح؟ والله كده تبنيها ان هي مش فولي اوبزرفر انا هحافظ على السؤال ده لو كنت انا لو حد كتبه غلط يعني قصدي هحافظ على السؤال كلامي منطقي مش كده؟ هو الفي ار بارشل ولا بارشل برضه يعتمد يعني فيرشوال رياليتي لو انا شايف كل اللي قدامي هو كلمه فيرشوال رياليتي معناها ايه؟ عالم تخيلي لو شايف كل العالم التخيلي اللي قدامي يعني انا متعلق كده في السماء وشايف مثلا الارض اللي تحتي بقى فولي اوبزرفر طب ما في فوق انا السماء ما حسب انا شايف ايه؟ يعني كلمه فيرشوال رياليتي القصد منها ان انا في عالم تخيلي بس مش القصد منها انا شايف ايه من العالم التخيلي دي تعتمد برضو على السنسور بتاعتي يعني انا ممكن ابقى يعني لابس جلوفز وامد ايدي وامسك تفاحه امسك واحس بتقلعها مش عارف اضبطها اكتر من ليفل معين الجلوف هو بيديني الاحساس ده انتوا متخيلين خلاص ده فولي اوبزرفر يعني كونفيرشن ريالتي ما يفرقش معايا عن الرياليتي
لو عندي اللي يفرق هو انا شايف الانفايرمنت ولا لا، لان الفيرتشوال رياليتي بالنسبه لي انا هي رياليتي. لو عندي حته بقى انا زوم على حته وانا مش برشا قولي ما انت عندك الامكانيه دي ودي يعني زوم هو انفل هو اعدي الاوبستكلز اللي موجوده كان انا فوق بس اقدر ان انا ادخل وابص على كده اللي فوق يعني مثلا وانا فوق ولا لازم ادخل نفسي خلاص بقى بارشل اوبزرف بس لو انا عندي سنسوري يمكنني يمكنني اشوف كل حاجه في المكان اتحرك لها بقى لو عندي لازم ان اتحرك عشان اشوف يعني زي ما قلت لكم انا لو اتحركت كده اشوف اللي في صوت يا جماعه فيها نوع من الفلسفة أو الارت أكتر منها نوع من الساينس، يعني أنت لازم تكون عندك نوع من الإيه؟ من المرونة والرؤية أكتر من أنت تفكر في الورقة والقلم. فالديزاين ده طبعاً ممكن نشوف إيه؟ عشان كده أنا قلت لكم إيه برضه في البداية؟ إن دي أسئلة أنا كلير كات بلاك وايت، يعني أنت هتجاوب وهيبقى الظروف اللي انت تناولتها من خلال اكزامبل معين انت صح. دكتور انا ما اقدرش ابدا ان انا اعمل فاضل انسر في دكتور الامتحان مقالي مقالي ولا ام سي كيو؟ لا اسئله مقاليه مقاليه تعتمد على فهمك بس برضه يعني فيها نوع من المعرفه يعني مش عارف اقول لك ايه يعني لو قلت لك قارن لي بين المالتي ايجنت والسنجل ايجنت مثلا ممكن اقول لك ان المالتي ايجنت مور كومبلكس ممكن ان انا اسالك ان ممكن ان انت من خلال اجاباتك هو حسب تمام بس الام سي كيو زي ما قلت لكم سهل عليا انا في التصحيح بس تخليها هنا بلاك اند وايت طب ممكن يخليني اقول لك انت غلطان او انت صح ممكن يا دكتور تبقى ام سي كيو عادي يعني بيبقى فيه ملاحظه مثلا انت تسالني عشان اعرف الحل اللي انا وضعته لا يعني تبقى قصدي فايتس يوزلس ان انت تناقشني في المتعلق بالوضع انما عموما لو انت بتتناقش عموما كنت في الدراسه اه بتكلم عن ايه؟ ايه؟ يعني لا انا كنت بتكلم حضرتك عموما يعني لو حضرتك مش عايز تخليها بلاك اند وايت مثلا ممكن حضرتك بعد كده مثلا تعمل لنا ام سي كيو عادي عشان يبقى سهل على حضرتك يبقى في مثلا مكان لو حد اختار اجابه خطأ يكتب وجهه نظر مش هتبقى كده لان انا لما اسال ام سي كيو لازم ابقى مقيد ان اجيب السؤال بشكل كبير بشكل واضح انه لا يحتمل معنى ايه وايه اللي انا غلطان في هذا السؤال انما السؤال ما يكونش ميه بيرجع لك انت اسلوبك في الاجابه اللي معتمده برضو على السيتويشن اللي انت من خلاله بتجاوب. حصلت لي مره واحده بس مرتين ان انا كنت بجاوب سؤال من قراياتي المتطوره اللي هي خارج الكونتكست بتاع المحاضره. صرت في مادة في إعدادي هندسة بس ما صرتش عليها لأن طلعت الأول على الدفعة برضه. وفي مادة تانية كانت في سنة تانية بس كان الدكتور من الأساتذة تقال قوي ما صرتش عليها خالص. والمادة التالتة كان الدكتور عارفني فقرا الورقة بشكل انترستد مش قوي مش التيكت بيتقطع ولا ايه؟ ما اتعلمتش مش اتعلمت لا قصدك ان المره الاولانيه المفروض كان يتعلمني مش كده؟ لا انا اقصد ان التيكت بيتقطع ايه ده؟ لا مفيش ما يقدرش يعرف بس يقدر يعرف الاسلوب اه بالظبط اسلوب واضح
التيكت ما بتقطعش يعني ما بتقطعش الدكتور انا هصور لك ان احلى الحاجات تم لنا زي ما انا بس ساعات الاول على الدفعه بيجيب اول على الدفعه يعني ده باين لي اذا تدخل انت اول على الدفعه فتبقى معاك انت اول على الدفعه طب يا حسن ده من نوع من الايه مش عارف كده شطاره فعليه بس ده بيساعد عشان كده ده هو كده مش فاهم ليه انا عندي بقى يا جماعه غير كان بقى تمام انت بتجاوب على الحاجه هنا لما تتحط في ريس سيتويشن يمكن انا بحاول من الاسئله دي ان انا اقيس بقى في ريس سيتويشن هتقدر ان انت تجاوب كويس او هتقدر ان انت تتصرف انما عموما هتلاقي معظم الاسئله عموما في اي ماده قد يكون حتى في المواد اللي انا فيها الحياة طبعا مش لذيذة قوي لدرجة انه single agent هلاقي في الغالب كل ما application يبقى more complex تجد في الايه شوف هي النوع من برضو يعني عشان يمكن انا يعني حاسس ان انتوا عندكم مشاكل في الباك جراوند بس بحكم التفاعل بتاعكم معايا احس ان انتوا حقيقي شطار يعني انتم ماده مرنه لانك تعرف حاجات وتبقى متميز يعني عندك مرور التفكير وده شيء بيعجبني دي ميزه على فكره انا بشوفها في المنصوره في المصريين يعني ميزه في المصريين لا حقيقه انا تعاملت مع ثقافات مختلفه اسكيهم اسكي الثقافات اللي انا تعاملت مع بره مصر يجي بعده ممكن الفرنسويين الانجليزي قابل تحفظ عليه الانجليزي اداري كويس بس ساينس وايز مش انا بس مش بتاعي كان في اوروبا لو نيدر على المستوى العالي للبلد بودي الجين معناها تاريخ البلد ايه كوقت زمني بنسميها عنصري يعني انا دارس بس كنت دارس مع واحد عنصري تماما دارس في اداره اعمال الشخص ده كان مستشار في تونس هو بلغاري دكتور تاني كده معلش انت دارس مع واحد ايه؟ تاني على ايه؟ وكان بيدرسني مادة اللي هي الكالتشر بيهيفير كالتشر بيهيفير معناه ان في صفات معينة بترتبط بان الشخص ده جاي من انهي كالتشر وبناء عليه اقدر ان انا اعمل نوع من اساليب ادارية تتوائم مع الايه؟ مع الكالتشر يعني شخص معين انسان منظم، شخص معين ده انسان كسول، شخص معين ده كذا، يعني في تريتس معينه للشخصيه مرتبطه بهو جاي منين. اوكي؟ ومصنفين الدول ومصنفين البعد النفسي والبعد العقلي وحاجات كتيره ايه؟ منظر. وليه انا بقول لك كده؟ لان هو كان مدخل اولا ما تقدرش تقيس شخص الموضوع مختلفة تماما مش هو زي ما هو بس هو لان هو رقم اثنين على المستوى العالم في المجال ده الاولاني الماني وهو الدراع اليمين بتاعه سابقا واشتغل في الحكايه دي بشكل كبير المؤتمرات كلها اللي هو عملها كنت لازم تلاقيه حتى قاعد ويقول له انت عنصري بيهاجموه
الانواع ازاي بيحكم على شعب من خلال بيهيفير معين. طبعا انا لان انا كنت العربي الوحيد في الدفعه اللي انا موجود فيها الدنيا جايه، انا كنت مخبي تماما لان هو مفيش فيه اسم، بس انا كنت مخبي تماما اي تفاصيل تدل على الباك جراوند بتاعتي، بس هو عرف ان هو جيب اسمي والدنيا جايه في الايه؟ في المعدة. لان الديجري من كارديف متروبوليتن من ويلز، ففي لجنه بتتصعد الورق، اللجنه كلهم انجليزي، فرجعوا من الورق بدون امتياز، حولهم بدون تدخلي، يعني اوتوماتيكالي الورق لازم يتصعد بلجنه بتبص على الدرجات، وكانت معاه واحده كانت موافقه على ان انا تقديري جاي. بس لا تتخيلي هو انا بقول لك هو الشخصيه دي، يعني اللي انا عاوز اقول لك ده زعل بيدرس بيدرس في الماركتنج في المانجمنت ان البيهيفير ممكن ان هو يكون بسبب كلتشر او صفاتك الاداريه او الصفات اللي ممكن تخلي الى حد ما في حاجه، بس ده ما تخلينيش احكم على اشخاص عشان الاسكتلندي كان يهتم جدا بالبعد التاريخي، يعني كان يقول لي انت كنت في حضاره لما كنا بنرعى الحيوانات الاسكتلندي لانه من 1700 سنه، يعني ثقافه اكثر الشعوب ثقافه اقلهم الامريكي، انتوا متخيلين قصدي ايه؟ فا ايه وبرضه الثقافه مش مرتبطه في انت درست قد ايه؟ او انت معاك هو ده الانتليجنت
انما كلمه ايجنت ده مطبق على اي سيستم انت بتستخدمه، انما هل هو بالشكل ده يبقى انتليجنت ايجنت؟ هو ما بيتفكش حاجه، ده كانه داتا اكوزيشن او داتا لوج وضعي داتا لوجينج بس ستيف. يعني انا لو خدت داتا لوجينج عشان اقيس الاكتيفيتي بتاع شخص وخدت الداتا دي عشان اعمل بيها حاجه انتليجنت، انا بقى عندي اوفر وول سيستم انتليجنت، ودي جاست مرحله مش شرط كل لا لا يعني انا بتحفظ بس ان انا عملت داتا لوجر عشان اقيس الاكتيفيتي بتاع شخص وبعد كده خدت الداتا دي عشان اقدر اقيم البيهيفير مثلا بتاع الشخص او الاكتيفيتي دي شكلها ايه، يعني هو وصل الشخص ده في كاتيجوري معينه من ده كاوفر اول سيستم هو انتليجنس. لا انا هحسبه كايجنت واحد ليه؟ لان هو مرحله جوه ايجنت، يعني اللي انا بوصفه دلوقتي ان انا خدت داتا لوجن وبعدين داتا لما اجي اكتبها مش محتاج ان انا احطها مراحل، طب نفس الايجنت بس في ستيج من الايجنت دي بعد ما ياخد البرسبشن انه اتخزن وبعد كده بقرا الحاجات اللي اتخزنت واعمل عليها بروسيسنج معين واكوردنجلي بطلع ايه؟ كلاسيفايد ان هو بيقطع الكاتيجوري معينه من الناس. انت قصدك هو في الوقت ده التقسيمه اللي احنا بنعملها بس ان احنا قسمناها ستيجز، الستيجز دي جوه ايه؟ جوه نفس واضحه؟ تمام كده. فاهم قصدي ان كلمه ايجنت كلمه عامه لما اخصصها بان يكون ايجنت يبقى انا فاهم لقيت هنا هنا ابلكيشنز مختلفه ميديكال دايجنوستكس، ايمج اناليسيس، كلهم لايت، وابليكيشن روبوت، وتلاحظ ان كل ده بقى يعني جزء من حياتنا اليوميه اللي احنا بنتكلم ده ان انا بعمل تشيك كواليتي كنترول على بورتات ماشيه وبقارنها بايمج معينه عشان اشوف اذا كانت البرنت سيركت بورد دي سليمة أو لا، جاست بعمل ماتشنج الاثنين مع بعض، الحاجة القلبية أو التمبل ده المقارنات اللي احنا كنا بنتكلم فيها حسبوها تاني من ايه؟ تقعد لأن في السلايدز بنشنر المسميات صح؟ هنا عن طريق هنا تصنيف، يعني ممكن انا اقول لك لابس وساك جامو او ان انا لو سالتك سؤال محرم ممكن تحط لي اكزامبل مش كده؟ اكزامبل لحاجه اوبزرف فولي اوبزرف مثلا اكزامبل لحاجه بارشل اوبزرف مش مجرد ان انت بتتكلم صح؟ مش مجرد ان انت تقول يعني ايه بس تقول وتقول لي اكزامبل على ايه؟ ده موظفه على اساس ان هو مسمى الجوريزم او زودو كود. كلمه زودو كود يعني بسيط لفظ. الناس اللي شغاله مع بعض هتبقى عارفه الوصف في الايه؟ الكود بتاعه الاول بشكل لفظي قبل ما يعمل رمل فعلي. اي حد فيكم شغال يونيفايد مونتي لانجوج ابدا؟ يو ام ال؟ مفيش حد صح؟ ايه ايه؟ يو ام ال، حد فيكم اشتغل يو ام ال؟ لا في حاجات كبيره يعني ايه ده؟ في حاجات كبيره الحاجات اللي كنت لا هو كلامك مظبوط، يعني اوبجكت اورينتد بروجرامينج يبقى معناه ان انا بوصف المشكله بطريقه ما قد يكون مثلا كلاس دايجرام قد يكون سيكونس سيكونشال
ديجرام اللي يكون اكتيفيتي ديجرام دي كلها عناصر في الميوتر. ده اسلوب التفصيل بتاع بغض النظر عن الكومبلكس كبيره او لو كان ابسط يبقى انا محتاج عدد اقل من الحاجات اللي بتوصل. بس عشان ابني بروجكت كبير غالبا بشتغل بالديور على فكره في كومبايلرز بتاخد الـ UML وجنريت الـ سي شارب جافا طلبة جنيني. أنا في مرة بدرس سي شارب قلت يا جماعة هاتي كمان ساعة يوم ما قلت لك وده يدل لكم على ان في انفصالية عن السوق. يعني انا بالنسبة لي الوقت ده يعني لما بطلب بروجرامر بالذات في لغة من اللغات جافا بايثون وكده بيهمني الاسبوع بيخاطب التيم كله عشان يعمل لي سوفت وير اقماصي. فلو هو يعرف يو ام ال بيبقى ادفانتج كبيرة بالنسبة لي. يعني ده بيطمني وانا ممكن استعين فيه في الايه في البروجكتس الكبيره الكوميونيكيشن بتاع الايه بس بمجرد ان الدفعه اللي كانت قدامي كانوا بيشتغلوا في السوق المنصوره مش سوق تاني فكان بيعتمد ليه اشتغل في اليوم اللي كان يقدر يعمل الكود بتاعه من غير فهو هيفضل كونسترينت زي ما انت قلت لي لما يكون بروجكت كبير تتبع حاجات مثلا كل تسعه سينيور بروجرامر مثلا. anyway ده العصر اللي هو البروجيكتور ده نزول بتاع السكيماتيك دايجرام كود يعني توصيل خاص شرح ده كويك المحرك التطوير بتاعه هو الموضوع اللي يدرس ايه في الصحيح ده التطوير بتاع مش معناه ان ده ما بيستخدمش ده ممكن يستخدم بس ممكن في ابلكيشن تاني ابقى مضطر ان انا اضيف حته على الايه على الايجنت بتاعي عشان يفوق مع الايه مع والجول بيزد ايجنت واليوتيلتي بيزد ايجنت المفروض اعلاهم هو الايه اليوتيلتي. لو اضفت حته الليرنينج ابيليتي يبقى رجعت لايه؟ تيرت نفسه. طبعا هنا ده ايه؟ سمبل ريفرنس ايجن ده اللي اسمه ماتيك دايجرام ده ايه؟ لان في زون كود مبني على ابلكيشن معمول بايه؟ بالمنت سمبل هو الفاكتور موديل بيست ده بضيف القدره على اني اضيف البعد الزمني فاقدر ان انا اتوقع تاثير البيهيفير بتاعي او الاكشن بتاعتي على الانفايرمنت بتاعي. الموديل بيست الستيت ضافت وازاي الورلد هيتيفولف واكوردنلي اقدر ان انا ابني ديسيجنز بشكل منطقي اكتر. هنا اضفت الجول على الموديل بيست يعني انا عاوز احقق ايه في النهايه عاوز اوصل ايه عاوز اوصل لمكان معين مثلا لو انا سميت التاكسي درايفر يبقى لازم الجول يكون موجود عندي اضافه لي الموديل بيست. اجي بعد كده للتاليتي اوصل للجول كلنا ممكن نوصل لنفس الجول بس هنوصل له بايه؟ بطرق مختلفه باداء مختلف صح؟ يعني واحد منكم ممكن يبعتني عشان اجيب له حاجه صح؟ خد ساعتين عشان اجيبها وواحد تاني ممكن ياخد ربع ساعه بس عشان اجيبها مش كده؟ فالاثنين في النهايه جابوا من ايه؟ جابوا من اتشيفد الجول بس اتشيفد الجول بايه؟ بالبرفورمانس شكله ايه؟ لو انا شفت الوقت اللي انا استغرقته عشان اجيب الحاجه هقول لا انا عاوز ايه؟
learning agent. كلمة learning agent يعني ممكن أن أنا learning ability دي أي من الاثنين. كلمة learning agent بتكتبه إن أنا عندي credit. كلمة learning هتبقى مرتبطة بالإيجنت. لازم أجرب عشان أتعلم. لأن أنا لو ما جربتش يبقى لازم يكون الحاجة predefined. ولو الحاجة predefined يبقى اتعلمت ازاي؟ يعني من الآخر لو افترضت جدلا إن أنا قلت لكم يا جماعة عن الأسئلة اللي ممكن أجيب منها امتحان دول 10 أسئلة بتكون كويس وأنا أجيب إيه؟ 5 منهم معناها إيه؟ هل أنا بقيس في الوقت ده قدرتكم على التعلم ولا بقيس قدرتكم على الحفظ؟ الحفظ كلها مصالح فزي ما انا قلت لكم لازم انت تجرب يبقى عندك مرونه وتشوف حاجات ما خدتهاش قبل كده على الاقل بشكل صريح ما خدتهاش قبل كده بشكل صريح ومن خلالها اقدر اعرف فعلا اتعلمت ولا لا انت مش من حقك ايه ده؟ قصدك في الانتزاع الامتحان؟ بس دي مشكلة مني أنا مش من هنا يعني لو إن أنت كده فاكر أنا ممكن أبقى متوقع إن الدكتور يجيب لي النقط دي لأن هي الكور بتاع الكورس دي مش حفاظ لو في الوقت ده يبقى أنا بشغل ممكن كطالب إنما لو تصرف ان انا ذكرت حته من المشابهات الدكتور ركز في الحته دي وليه الدكتور ركز في الحته دي؟ ليه ما وزعهاش على الكورس بالكامل؟ فاهمين قصدي؟ كان ساعات ممكن تلاقي الدكتور خد بس المقدمه بتاع او الحته الشابتر الاولاني خالص انا عارف الناس مثلا ما بتذاكرش او يكون لغى حاجه زعل منكم مثلا ولغى محاضره ويجيب كل الامتحانات فيها فاهم قصدي؟ It's not fair بس لو انت مذاكر شابترين او شابتر من الشابترين دول منطقي ان انت تجاوب على ايه؟ يعني لو شابتر من الاثنين اللي مذاكره كويس يبقى كانه جاوب على دكتور هيبقى فيها كويس؟ لا بص عموما مش هيبقى فيها كويس عموما لسبب انا لو بطلب منكم في السكاشن او كده ان انا هبص عليها أكثر من مرة كده أنت بتعمل بروجكت ده أنا بقيمك من خلال مهاراتك مش لأن الأوتكم بتاع البروجكت شغال ده شيء ما يفرقش معايا أنا ليه أسئلة معينة أسألها لك أعرف منها إن أنت فعلا شغال كويس ولا بغض النظر عن الكود اشتغل فأنا ممكن إن أنا في حتة معينة الكود هي دي بتغلسها معايا بس أنا ممكن حاجة أخرى وممكن يكون انا بقى نقلت حته من اي مكان وعملت خلاص اشتغل. فسؤالي انا عاوز اعلمك ايه؟ عاوز اعلمك مهاره مش انك انت برضه تكون حاجه فروم سكراتش. على الاقل لو جبت حاجه عارف ازاي تطوعها لايه؟ لمتطلبات. دكتور انا سالت حضرتك في اول الكورس اذا كان ان احنا لو عملنا دروب لاي لايبرري وبدانا نستعملها وعملنا حاجه مطلوبه ده كويس على الحد اللي احنا عارفينه ففي ناس بتدروب بتعمل دروب للبوتس وتاخد حاجات جاهزه من عندها مثلا وكده خلاص انا عملت المطلوب ان انا اساله في التريكات ايوه هو عارف الكود موجود لو عارف كويس جدا قصدي الكود موجود وشغال ازاي يطوعه عشان يعني انا اقول له تمام اللي انت عملته بس افرض مثلا انا عاوز تخليه يعمل كذا هو فاهم دي بس مش فاهم هو اتعمل ازاي لا ما هو مش فاهم هو اتعمل ازاي هو عارف الابستراكت ليفل يعني ايه مثلا انت لما بتيجي مثلا تشوف فورده الفورده دي ممكن تدخل جواها تلاقي ايه شويه ترانزستورز مش كده؟ وزي مثلا ده مقاومه هنا مقاومه وده امبليفاير مثلا وده برضه ايه؟ امبليفاير بس هنا في ليفل اوف ايه؟ اوف ديتيلز معينه. هنا الامبليفاير اكوردنج للمقاومات هطلع اثنين او ممكن اوصل اثنين بشكل انت هنا مش ضروري تكون عارف الديتيلز.
بس انت عارف ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده معمول ازاي؟ مش ضروري بس بعض بعض البارامترز الباور كونسمشن الامبيدنت امبيدنس والاداية فاهم؟ اقدر تستخدم ده مع حاجات تانية تبقى فاهم ازاي ان انت تستخدم الليفل ده ما يهمنيش قوي. انا بتكلم على الثالث تصور هو كل هو على فكره الاوبجكت اورينتد بروجرامنج مش مطلوب منك تكون عارف الكلاس اللي انا عامله ازاي اصلا. انا مش هقول لك يعني ده بتاعي انا ده سري انا هقول لك عليه ليه. وانا لو قلت لك عليه هتشتريه مني ليه؟ انت فاهمني؟ انما انا عامله انكابسوليشن بطريقه معينه بحيث انك ما تكونش عارف الديتيلز بس اعطيك الميثودز اللي ايه كانت شغل الانفوك الفانكشناليتي اللي انت عاوزها بس انت خدته عشان تبني سيستم اعلى منه خلاص كده تمام. انما لو قلت لي انا كدكتور بسالك انا عاوزك تكون عارف كل التفاصيل كمان بتاع الكلاس اللي انت مستخدمها يبقى انا بهرج يبقى انا بعدت خالص عن الفلسفه بتاعت الايه؟ بتاعت الوقت اللي اتبنت عشان كده قلت لكم ان ساعات انا بركز على الامور الفلسفيه بتاعت الحاجه مش التفاصيل بتاعتها لانك لما تكون عارف الامور الفلسفيه تقدر تطوعها انت تتعلم تسوق العربيه. اول حاجه بدور عليها ايه مثلا؟ انك ازاي تفورمل حاجات فور سيفتي الاول انما التفاصيل بقى اقول لك انت وصلح لي الموتور وين هطلع ديتيلز ريليفنت بالنسبه لك مش هتخليك سواق اكثر مهاره فالامور اللي هي الكونسبتس والكلام ده اللي انا ايه بحب ان انا اركز عليه مش مجرد ان انا اديكم شويه تايتلز واقراها وخلاص. انما انا عارف ان انتوا بعد كده هتقدر تقرا كويس جدا وهتقدر في مواضيع انا بشير اليها حتى لو انا ما فكرتهاش بالتفصيل بس بعدين لما انت قابلت حياتك العمليه يبقى انا بقول لك الليرنينج ايجنت وده اللي وضعه تيرنج ده سنه 1950 تخيلوا طبعا ايه ان هو وستيل احنا بنذكره في الكتاب ده اللي هو 2013 وستيل بنتكلم عليه ايه اللي هيتغير في النهايه اعلى ليفلز في الانتليجنس هي ليفل الايه؟ التعلم كده وعشان تحقق التعلم لازم ان انت يكون عندك بروبلم ايه؟ جنريتور يعني هي القصه ايه اللي هيتغير فيها؟ اللي هيتغير التكنيك اللي انت تمبلمنت بيه الايه؟ الكلام انما كبرنسبلز مفيش هنا ايه؟ واضح الكلام اللي انا بقوله؟ ففي هنا كريتيك زي ما قلت لك لازم اليمنت مع برفورمانس اليمنت عشان اقيس هل ده اللي انا عاوزه وبنجي كفاءه مجرد ممكن ان انا اوصل لتراك تاني يكون احسن مش كده؟ يعني وارد جدا ان انا اسالك بس مساله ما وانت تحلها لي بطريقه ابسط من اللي انا بحلها مفيش حاجه احنا الاثنين وصلنا لنفس الحكايه بس انت وصلت ايه بشكل ابسط وانا بحل من الرياضه كنت دايما اعمل ايه؟ السؤال اخصص ده بيصير كذا بعد كده اختصر شويه هو ما عمل خطا بعد كده اختصر واحد تلاقيني الخطوه اللي انت بتعملها في سطر عاملها معاك اربعه ليه؟ اكيد في هدف ان انا لو غلطت في سطر طار السؤال صح؟ انما لو غلطت في خطوه من الخطوات الدكتور هيقدر يتابع انا خطاي كان فين بالظبط وبناء عليه هيشيل بس درجه الايه؟ النتيجه النهائيه لا لا مين اللي بيعمل كده؟ مش حد بيعمل كده المفروض يا جماعه بس بعمل ايه؟
بعمل بعد ما اعمل الكودنج مع الكومنتس بتاعتها اكتب كومنتس توضيحيه للتريسنج بتاعها كده يبقى انا بجبر الكومنتس بتاعتي بيعمل تريسنج للي بس انا فاهم تريسنج لان انا شاطر لان انا عرفت اعمل دوكيومنتيشن لحالي بطريقه مظبوطه انت فاهم كاني قاعد مع الدكتور وبشرح انا عملت ايه دي نقطة لازم ان انت تكون ايه حضرتك وانت كمبرمج برضه بتعمل ايه لو ما عندكش دوكيومنتيشن كويس في شغلك انت نفسك لو جيت بعد اسبوع مش هتبقى عارف خطا حصل فيه ولا هتضطر تعمل اعاده بناء للكود تاني لان انت مش عارف او تقعد لك تعمل البرنامج في يومين هتقعد اسبوع عشان حصل لك الخطا حصل انت فاهمين كده فالدوكيومنتيشن مهم جدا ان انت تعمل كومنتس معينه مهم جدا حتى لو انت شفت قبل بيها في الايه في المرحله اللي انت بتبرها انت يا جماعه انا الفيديو قدام انا عارف هو اسمه ايه بس بعد يومين اكيد مش لا ده بداية حدود التو شابترز وان شاء الله الاسئله ابسط مما انت تتوقع ان شاء الله يا جماعه انا يعني انا بدي الامتحان على اعتبار انه ان انت تدور وفي نفس الوقت تقيس نقط معينه للاسئله سياسي دي النقط الفلسفيه اللي انت بتجاوب فيها دي في مصلحتك لان ضامن تاخد درجات بس ده بيعتمد برضه على ايه؟ الكلام اللي انا بقوله موجود بس يمكن انا يعني اسلوبي انا الشخصي واتوقع انت لما هتحل هتكلم باسلوبك انت الشخصي ده اللي انا عاوزه على فكره مش اسلوبي كتابي مش اسلوبي انا عاوز اسلوبك انت هو ده اللي انا على اساسه هدي درجه هو كده ده ايه اي اسئله يا جماعه؟ اي مشكله في السكيشن انتوا معاكم الواتساب بتاعي كلموني عليه